بسم الله على بركة الله. المكونات: 250 غرام ديال الطحين أبيض مغربل، ملعقة كبيرة من زبدة تكون درجة حرارة الغرفة، كيس من سكر فانيلا، رشة ملح، ملعقة كبيرة من ماء الزهر، ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، حليب بارد لجمع العجين. كنضيف المكونات على الطحين اللي هي كيس ديال سكر فانيلا مع رشة ديال الملح وماء الزهر، ممكن تكتفي بواحد منهم إما ماء الزهر أو فاني، مع ملعقة صغيرة من الخل، وكنضيفوا الحليب اللي كيكون بارد. القياس تقريبا كياخد لنا نصف كأس ديال الحليب، هذا راجع لنوعية الطحين. المهم أننا كنحصلوا على عجينة، من الأفضل تخليوها تكون شوية قاسحة باش كتكون العملية سهلة. هذه الكمية اللي استعملت ديال الحليب. غادي ندلكوا العجين ديالنا تقريبا مدة ديال 5 دقائق، غادي نخليوه يرتاح أيضا 5 دقائق. هذا هو العجين ديالي. كنحتاجو البودرة ديال النشا اللي هي مايزينا، كنستعمل هذا النوع غالبا. كنرشو في سطح العمل كمية من النشا، يعني القياس ما غاديش يكون محدد، كنخدمو عينا ميزاننا. كنوزعو كمية في سطح العمل وكندوزو فيه العجين ديالنا. غادي نطلقوها، انا غادي نحاول انني نربعها بحال الرغيف العاديين ديالنا، عاد غادي نبسطها بشكل مربع باش كتجيني سهلة، باش تكون مربعة من الاول. كما لاحظتوا معايا العجينة رطبة ولينة، كتسهل علينا العمل ديالها. كما ذكرت لكم قد ما كانت هاد العجين متماسك كان افضل. كنحاول انني نطوي الجانب الاول ونبسط، وغادي نديرها بحال الرغيفة بحال المسمنة باش كتجي مورقة اكثر، والرغيف كيجيو مقرمشين ولذاد وساهلين. كنطويو بهاد الشكل، نعاودو نبسطو شوية، وايضا غادي نرشو النشا، يعني الوقت اللي كنلاحظو ان العجين ديالنا ما بقاش فيه نشا كنزيدو كنرشو النشا، وكنحاولو نوزعوها مزيان. غادي نبسطها مازال بالدلاك ونطويها الجهة الأخرى. وغادي نقلبها وكنبسطوها مباشرة. كما لاحظتوا معايا هنايا كنحصلوا على شكل مستطيل أو مربع. أيضا كنرشوه بالنشا، يعني من الأفضل سطح العمل دائما كنرشو بالنشا. كنوضعوا العجين ديالنا وكنزيدو نرشو شوية بالنشا، وغادي نبسط بالدلاك، يعني نعطيوها شكل اما مربع او مستطيل، غير ضروري ما تبسطوها مزيان، يعني تكون رقيقة. النشا هي اللي كتخليهم يجونا مورقين. كنبسط بالدلاك، كنبسطها مزيان، غادي نقلبها باش نحصل على شكل مستطيل. كنزيد نرش ايضا بنشا اللي هي مايزينا. الا لاحظت المكان اللي ما فيهش نشا كنضيفو، نزيدو نبسطوها مازال بالدلاك. اللي ما بغاش كاع يبسطها بهاد السمك راه حنا مازال غادي نبسطو الرغيفات ديالنا، يعني الشكل اللي كيناسبكم هو اللي ديروا. لا لاحظوا معايا انا رققتها بزاف، كنحاول انني دائما نبسط فوق سطح العمل لان العجينه ضعف الحجم ديالها بمعنى كتكبر. غادي نبداو نلفو اسفل العجين ديالنا على شكل غولي او ملفوف، ونحاولو ما يخرج لينا العجين من الجوانب. هادشي علاش كنديرهم من الاول، يعني شكل مربع كتكون هكا سهله، يعني ما نخليوهاش بشكل عشوائي، كتكون ما مقاداش. كنلفو وكنقادو في نفس الوقت، بالينا العجين كيخرج من الجوانب كنزيدو نقادوه، راه العجينه كتساعدكم باش تقادوها، وحنا كنجبدو باش تكون عندنا قياس واحد.
واسفل الشريط غادي ندهنه بشويه ديال الماء، ماء عادي باش كتلصق ليا العجينه وما كتحلش. نعاودو نلفو حتى نكملو العجين ديالنا، كنزيدو نحربلو لهاد القضيب اللي حصلنا عليه. انا جاني كبير، غادي نقسمو من النصف. لاحظوا معايا باش نوريكم كيفاش كيجيو طبقات مورقه. كتزيدو كتلفوه وكتبداو تقطعو تقريبا واحد سنتيم او جوج سنتيم حسب هذاك، يعني قد ما كبرتو غتجيكم الرغيفه كبيره. بغيتوهم صغار يكونوا سمك رقيق. هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. راه كتعطينا تبارك الله كميه كثيره. كنزيدو نرشو نشا، نحطو الدائره اللي حصلنا عليها ونبسطوها هنايا. هادشي كيبقى اختياري، اما كترقوهم مزيان اما كتبقى شويه السمك ديالها غليظ. انا كنرققهم مزيان، بغيتوهم يعني ما يكونوش رقاق بزاف، خليهم شويه غلاض. رغم ذلك راه كيجيو مورقين ومقرمشين. انا كنرقاق مزيان وكنسوس الفائض ديال النشا، ما تخليوش فيها ديك النشا بزاف. كنسخنو الزيت ديالنا مزيان وكنقصو النار الوقت اللي كنرميو الرغيفه ديالنا. كما لاحظتوا انا السمك رقيق بزاف، كنبداو نفرغو عليها شويه ديال الزيت باش كنساعدوها انها هذيك الطبقات كتحل وكتنفخ، كتكون فيها هذيك الفقاعات. نوريتكم غير وحده باش تكون الطريقه واضحه عند الاخوات المبتدئات. وكنخليوها حتى كتحمر، كتحمر بسرعه. هذا هو الشكل النهائي، يعني الوقت اللي غادي نبغيو نقدموهم. كناخذوا عسل اما جاهز اما اللي كنحضروا في البيت وكنديروا غير على الوجه ديالهم. هادشي كيبقى اختياري. وكنرش كميه ديال اللوز إفيلي، انا حمرته في الفران وهرمشته. ممكن ديروا كاوكاو، ممكن ديروا حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، راه تعملوهم في علبه محكمه الاغلاق، كيبقاو مقرمشين اطول مده. الوقت اللي كتبغيو تقدموهم عاد كديروا ليهم العسل، العسل كيزيد كيرطبهم، يعني خليو العسل اخر حاجه عند التقديم. وكذلك اللوز، لاحظوا معايا وسمعوا التقرمشه ديالهم، رقاق مورقين من الداخل ولذاذ وسهلين في التحضير. ان شاء الله جربوهم، وانا متاكده غادي ينالوا اعجابكم. مقرمشين كيستحقوا التجربه، وهذه هي الصور النهائيه عند التقديم. وما تنسوش دائما وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الاصدقاء، ونتلاقاو في وصفة جديدة بإذن الله. نخليكم مع الصور النهائية.